أبو نخاع رئيس نادي ضمك أيضا بعد مباراة ضمك الأخيرة مع الوحدة، تحدث مع زميلنا ناصر القحطاني عن هذه المباراة وعن ما هو قادم من مباريات. أول شيء الحمد لله، الحمد لله نبارك لإخواننا في نادي الوحدة، فوز أعتقد وقع بأخطائنا فقط، إحنا يعني فقدنا التركيز تقريبا في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني، أخطاء أعتقد أنه أخطاء فردية جدا ما كان المفروض أن لعيبتنا يقعون فيها. نرجع ونقول ان نحتاج التركيز اكثر، نحتاج ان احنا نعمل اكثر، 9 مواجهات قادمه، يجب ان احنا نؤمن بحظوظنا. انا زي ما قلت في بدايه الموسم اعتقد انه الفرق المرشحه للهبوط من بدايه الموسم اعتقد انها الفرق الثلاثه الصاعده الا اذا تحدث مفاجاه، لذلك قلت احنا حنلعب على ان احنا نكون فريق يحترم من الجميع، بعيد عن حسابات الهبوط وبعيد عن حسابات البقاء. اعتقد المستويات وخاصه بعد ما خدمتنا الظروف والامور الماليه في الفتره الشتويه لو كانت متوفرة لنا من بداية الاستعدادات للدور الأول، أعتقد أنك حتلاقي ضمك موجود في قائمة الستة الأوائل بكل صدق. نملك الخبرة، نملك الدراية، نملك الفكر، نملك كل شيء، إلا نحن كنا ما نملك المادة بكل صدق. إذا استمر الدعم واستمر نادي ضمك في دور المحترفين، أوعد أي مسؤول عننا أنه بعد 3 سنوات أن ضمك حيكون صعب جدا 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 في دور المحترفين.